السلام عليكم ورحمة الله، معكم الأستاذ حسن لعوج، مخبر البيئة والبيولوجيا والصحة التابع لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الواد الجزائر، في إطار تتبع نتائج جهاز دلتا واتر التابع لشركة سي بي اش، وفي مستثمرة غمام الهادي عون، وكذلك مستثمرة فتحيزة الأخضر. قمنا بتجربة بالنسبة للمياه الممغنطة في حقلين أو في اثنين من البيفو، كانت نتائج إيجابية واضحة بالنسبة للمحصول، كذلك بالنسبة للقيمة الغذائية لمحصول البطاطا، كذلك الأمراض خاصة النيماتود، وكذلك الفائدة أو القيمة الغذائية لهذا المحصول. نتائج التجربة التي قمنا بها والمتمثلة في دراسة تأثيرات المياه الممغنطة بجهاز دلتا واتر المتحصل عليه من طرف شركة سي بي اش على محصول البطاطا، والمتمثل في دراسة القيمة الغذائية والإنتاج، وكذلك الأمراض التي تصيب المحصول والأمراض التي تصيب التربة خاصة النيماتودا. وبالمناسبة نحن في عملية حصاد للمحصول لاحظنا زيادة كبيرة في الإنتاج تقدر 35% مقارنة بالحقل المسقي بمياه غير ممغنطة، إضافة إلى ذلك أن حتى عدد الدرنات في الشجرة الواحدة بزيادة 20%، وزن متوسط وزن الدرنات زيادة ب 25%، كذلك حتى من ناحية حجم الدرنات فنلاحظ أن حجم الدرنات الكبير الذي يفوق 450 غرام كانت تقريبا نسبتها 10% في الحقل الممغنط، كذلك بالنسبة للدرنات الأكثر من 300 غرام كانت نسبتها تقريبا 16%، وبالنسبة للدرنات المحصورة ما بين 100 و200 غرام تصل إلى 38% في المياه الممغنط، في حين أن في حقل المياه الغير ممغنطة وصل نسبة هذه الدرنات وخاصة 300 غرام 3.5%، وكذلك بالنسبة إلى الدرنات الأقل المحصورة بين 100 و200 إلى 28%، وهنا يظهر لنا التأثير الواضح والكبير لجهاز مغنطة المياه، إضافة إلى بعض المعايير الأخرى التي نحن في انتظار نتائجها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.